بهدف تعزيز السرعة وكفاءة التعامل بين الإدارات والأقسام بالمجلس الأعلى للبيئة في التعامل مع طلبات المواطنين، أعلن الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن انضمام المجلس إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل، مؤكدا على أهمية التعامل مع الملاحظات الواردة في النظام بكل شفافية وعدالة ومتابعته. وللحديث حول تفاصيل هذا النظام يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة. أهلا بك في نشرة الثالثة دكتور محمد. بداية، ما أهمية انضمام المجلس الأعلى للبيئة إلى برنامج تواصل، وما الذي يقدمه المجلس من خلال هذا البرنامج؟ يا مرحبا فيك أخوي، مبارك عليكم الشهر وعلى جميع المستمعين. تحقيقا لرؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بتأمين قنوات التواصل الدائمة والمباشرة بين المواطنين والجهات الحكومية عبر البرنامج الوطني للشكاوى والمقترحات تواصل، وهو حافز لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى كفاءتها تحقيقا لرؤية البحرين 2030. ارتأى المجلس الأعلى للبيئة الانضمام إلى هذا البرنامج ليوصل لسرعة التواصل بينه وبين المتقدمين بالشكاوي إلكترونيا بما يتواكب مع متطلبات العصر ورفع ثقة المستفيدين والمتعاملين مع المؤسسات الحكومية. نعم، أيضا ما هي أنواع الشكاوى التي تندرج تحت مظلة برنامج التواصل فيما يتعلق بالشأن المتعلق بالمجلس الأعلى للبيئة؟ طبعا المجلس الأعلى للبيئة بيتلقى جميع الشكاوى بكافة أنواعها مثل الحالات المعنية بالتلوث الهوائي والانبعاثات الغازية والتخلص الخاطئ من مياه المصانع وتصريفها في البحر والتخلص من المخلفات في البحر والبر ونفوق الأحياء الفطرية والمتاجرة بالحيوانات المحظورة وكذلك المخالفات بخصوص الدفان سواء البري أو البحري ومواضيع الانسكابات النفطية، إلى جانب الاستفسارات اللي بتقدم بها المواطنين والشكاوي بمختلف مواضيعها. إذن كل الشكاوى والمخالفات المتعلقة بالبيئة بالإمكان الآن تقديمها من خلال برنامج تواصل وتقديمها إلى مجلس الأعلى للبيئة لمباشرتها. سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، شكرا جزيلا لك.